طريقة غريبة. مساء الخير يا جماعة، مرحبا. خليني أعرفكم على حالي. أول شيء أنا جونك سميث، إيه هيك جونك سميث، ولكن كثير من الناس وأولهم أهلي بيعرفوني من أكثر من 34 سنة باسم غيث زوير إلجي. غيث ولد بمدينة حلب وعاش كل حياته بمدينة حلب ودرس بكلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية، ومن أول سنة جامعة بلش بحياته العملية بسنة 2004. اشتغل معظم أو ليش معظم كل حياته بمجال التسويق والمبيعات والعلاقات العامة. اشتغل منصب موظف، موزع جرائد بالبدايات، ممثل، مشرف، مدير، وكيل، بس كانوا كلياتهم بضمن مجال التسويق والمبيعات والعلاقات العامة. كان هذا المجال يحبه، كان عنده فيه خبرة كتير كبيرة، وكان حسسه هيك بالأمان الوظيفي مثل ما بنقول. ولكن غيث من كان هو صغير كان عنده ولع وشغف كتير كبير بشيء ما له علاقة لا بدراسته ولا بحياته العملية نهائيا. كان عنده شغف بالسيارات، كان يحبهم، يهتم بتفاصيلهم، بكل شيء فيهم، بقديمهم بجديدهم بأخبارهم. كان يوقف على البلكون ويقعد يعد ماركات السيارات عم تمرق، أوبل، مرسيدس، بي ام دبليو، بيوغاتي، لا أكيد ما في عنا بيوغاتي، الله كريم. كان يحب حتى الميكانيك، كان يهتم بالميكانيكي، يحاول هيك يحلم انه يصير وصل لمرحله يحسن يصلح بايده، عصير يصلح بايده يعني سيارته لغيث هي فوكس فاجن موديل 1972 صالون كثير كبيره، هي اول شيء ساقه في حياته وعم سوقه لليوم، واكثر شيء بيمشي على اربع دواليب، اكثر شيء بيحبه هو هذا. والحمد لله يعني من فتره قريبه بلش هيك يصير عنده شويه خبره بانه يقدر يصلحها بايده. هلا بنفس الوقت غيث من هو صغير كان عنده موهبه، يعني موهبه صغيره اللي هي كان يحس انه ايديه شوي شاطرين. كان يحب الرسم، يحب الاشغال، تدوين، يصلح، يحب المكعبات لما كان كثير صغير، العابه كان كلها هيك سيارات، ويحب يعني يستخدم ايديه بالاقلام يشخوت يخطط. كان يرسم ويصمم شغله واحده بس اللي هي سيارات طبيعي. على فكرة غيث ما كان يعني هو ما أنا شخص قارئ، ما بيحب يقرأ، بس كان يقرأ كل شيء عن السيارات. بسنة 2018 بالشهر 12 غيث كان على أكبر تغيير وأكثر تغيير صحيح بحياته المهنية. كانت الفكرة أنه ليش ما تجي أنت تجمع موهبتك بالشغف اللي انت شغوف فيه والشغف الخاص فيك. ليش ما تجمع موهبتك بشغفك اللي هو السيارات حتى لو ما في يعني ما في خبره، وتطلع هيك بشغل بيعمل شيء جديد وممكن يعمل لك دخل مادي. الفكره ببساطه مع انه هي يعني ما هي كثير بسيطه، كانت انه تجيب قطع السيارات الميكانيكيه المنتهيه الصلاحيه اللي صارت تركب. نحن كحلب بديلة صناعية ونحب السيارات وعندنا كثير قطع بنسميها طوناج أو سكراب، أنت عندك إذا قطعة تعطلت رح تشيلها وش تسوي فيها؟ كبها. ليش ما تجيب هدول القطع الميكانيكية منتهية الصلاحية تاخذهم تنظفهم تلمعهم تطلع القطعة ممكن نركب عليها قطعة ثانية تركب عليها قطعة ثالثة، ممكن تجيب قطعة هيك مثلا أسطوانية تدخل فيها أدوية لمبة مرق فيها كابل الكهرباء وقال تعمل معها هيك انه لمبة ديرة شيء مرمي مكبوب منشح كله شحم وزيت يطلع منه لمبة ديرة تنحط بمكتبك مثلا. ليش ما تجيب مثلا مسننين كبير صغير تلفهم هيك على جنزير تجيب على قاعدة قد هذا المسنن الصغير وتلحمهم كمان بالأرجون مثلا وتركب موتور ساعة عليهم مع عقارب ياخذوا اللون المعدني وانه يعملوا ساعة. كانت الفكرة انه تجيب القطعة السكراب الطوناج تاخذها تشتغل عليها هي ميتة مكبوبة لا برا خلص ما لها اي استخدام ومنتهية تماما، ترجع تعيشها بقطعة. كذا حدا قال لي انه هي قطعة من الفن الحديث وتمثل الفن الحديث الذين يدعونه في العالم الخارجي. هيك كانت الفكرة.
كان تغيير كتير كبير للأمانة. يعني كان تغيير من العمل التسويقي الروتيني، الطقم والجرافات والقصص والمواعيد والبروتوكولات والزباين وكذا، لشغل بتفرد بدون مؤسساتية وتراتبية وظيفية ومديرك المباشر واللي فوقه واللي فوقه والبورد. لا، شغل بتفرد بتعب مع زيت وشحمة وبقى وكهرباء وشغلات عنيفة وبتطالع قصص. كان تغيير كتير كبير. ببداية رحلة جونك سميث اللي هو تجلى لما غيس جاب موهبته وجاب شغفه وعملهم مع بعض وتجلوا باسم جونك سميث، جونك اللي هي الخردة وسميث اللي هو الحداد، ما انه يعني ادب انجليزي دارس، فهي جونك سميث مع البعض تعمل المعلم الخردة والسراء. بداية رحلة جونك سميث كنت كثير ازعل، يعني ما كنت كثير هيك ازعل لما يخلص النهار واضطر اروح البيت واستنى بفارغ الصبر لبين ما بلش النهار الثاني حتى ارجع ابلش شغل من جديد. ولكن بشغلي الماضي ببعض او بكثير الاحيان كنت استنى بفارغ الصبر اني خلص الدوام وازعل لما بلش النهار الثاني. كان الفرق مخيف. ببداية رحلة جونك سميث كان همي الأول والأوحد والأكبر إنه أنا أتعلم. أنا زلمة كنت بشتغل بالإنشورنس وماركتينج وقصص كذا، أنا يعني أنا بالماكينات ودول قصص أنا زيرو خبرة صفر، فأنا كان لازم علي إنه أنا أتعلم. بلشت شغل بمحل أحد أصدقائي وكنت محاط بعدد كتير كبير من الناس اللي بتشتغل باختصاصات كتير مختلفة. عد عندك لحام، مكنسيان، دوزنجي، بصلح مروشة، بشتغل بمعدات الزراعية، وحدا بيعمل قهوة، هي ما لها علاقة، أوكي، بس كانوا في كتير اختصاصات كتير مختلفة، وكان همي الأوحد، ما أنا أقعد معهم وأخذ على الأسئلة، ليش هيك؟ شلون هيك؟ شلون هي بتصير؟ شلون؟ كانوا يسموني الإسفنجة، ووصلت لمرحلة في ناس كتير كرهتني إنه يا أخي حاجة أسأل يعني، مشان الله، خلاص ارحمنا يعني. فكان الهدف انه انا اتعلم. نفس الوقت كنت عم بتعلم على الانترنت، يعني اجيب هيك فيديوهات وقصص تنوها وانت شلون تقدر تستخدم، وحتى يعني ابني هيك خبره كرمال اني ابلش بمرحله الانتاج. هذا كان التحدي. هلا هذا الشغف اللي كثير كبير وهذا الشغف بالتعلم يلي بصراحه يعني ايام الدراسه وايام الكليه ما كنت احب ايام شغلي والكورسات والدورات، ولكن لما صار الموضوع هون كنت باعلى درجات الشغف. وهذا الشغف بالذات خلاني اتعلم واكتسب خبره كبيره بوقت قصير. هلا مو بس الشباب يلي علموني، مو بس الانترنت، اهم من هدول كلهم انه على قولنا احنا تتعلم من كيسك. واخ لما تتعلم من كيسك مع ماكينات، هون الموضوع بصفي خطر. عسيرة خطر والأذية أنا كثير أزيد حالي، يعني خود على جروح وإصابات وشي بالحيب وشي كذا، وحتى يعني عملت شوية تقدم بكثير مجالات إلا بصراحة إلا الكهرباء. يعني أنا الكهرباء كثير بكرهها وكثير بخاف منها، وسنة 2020 لحالها أنا مفوت شحن 4 مرات، يعني مسكتني الكهرباء 4 مرات، ويمكن آخر شحنة كانت من شهر وطورت بصراحة الشحنة لهيك وصلت لهون عندي كل الطاقة. بلشنا تعلم وبلشت أحاول أدخل بمرحلة الإنتاج والتصنيع، ولكن أخذت وقتي كاملاً وكنت كثير بطيء، وكنت أعتبر حالي أنا مبتدئ، ولحد الآن بعتبر حالي مبتدئ كرمال السيركل تبع التعليم تضل شغالة وتضلكم في عندك خبرة. وبنفس الوقت ما طمعت، ما تأملت، ما تهورت، ما حطيت توقعات كثير كبيرة أبداً، لا، لأن هو شيء خطر، وممكن أنت إذا حطيت كثير آمال كبيرة بالبداية وما صارت معك ممكن تحبط وترجع لورا، أو ممكن مثلا حدا يجي يقول لي أخي أنا أنت عملت هالقطعة كثير منيح، أعطيني 25 قطعة من هي، أنا ما أعرف أشتغلها، يعني أنا ما عندي هي الخبرة كثير كبيرة، أو حدا يطلب مني قطعة إنه كثير معقدة وما أقدر أنا أنفذها. بلشت بالإنتاج
وبلشت استخدم خبراتي بالتسويق والمبيعات كرمال اسوق الى طبيعي لمنتجاتي. وجون كسمث انطلق وصار عنده بيج على فيسبوك وبلش هيك بقى تسويق وحركات وقصص وبلش يصير في مبيعات. بالبدايه بدايه المبيعات او بدايه هي الرحله اغلب يعني في كان عدد ماشي حاله من الناس يقولوا لي انت يعني انت شو عم تسوي؟ يعني شو عم تسوي؟ معقول؟ يعني معقول دولاب تاخده ايه تحط له قاعده ممكن تدور وبتجيب ميل اكسنتريك؟ هلا اكيد ما بتعرفوا ميل اكسنتريك او في منكم درس ميكانيك بيعرفوا ميل اكسنتريك او عمود الكامات، وبتحط لك اربع بستونات انه ترحموا الارجون فبصير اربع بستونات كقاعده وميل اكسنتريك وفوقه جنط ودولاب وبتحط فوقه بلور وبتعمل طاوله وزنها شي 15 كيلو. انت مجنون؟ شو عم تسوي؟ ولكن اغلب الناس اللي كانوا بدائرتي وحاطين فيني كانوا مؤمنين انه هذا الزلمه وهذا البزنس رح ينجح. هلا هل لاني المنتج تبعي انه هو حاجه كثير ملحه للسوق ومطلب اوحد والعالم كله عم تسناه؟ لا نهائيا ابدا. هل لاني غيث عنده خبره مخيفه بالحام والكهرباء والبخ والخشب، احيانا بستخدم كمان خشب او بوري المي بالصحيه بفكهم بركهم احيانا، هل عنده يعني خبره بكل هالمجالات هي؟ لا ابدا نهائيا وبتاتا ما في. ولكن هدول الناس كانوا يشوفوا انه هذا الشاب قديش هو شغوف بالموضوع وشد هو عم بيقضي وقت وشد هو عم بيقضي بهذا المكان وشد هو عم بتشحطه في الاراضي احيانا وعم طلع عليك كنا نشوفه بالطقم يجي يصلح سيارته ويقضي طلع الشاب اسود مفوره تحت كنت كانت الصوره مش شوي ظريفه مبينه ما بعرف. خطيبتي عليا اللي هي كانت اكثر الناس واول الناس اللي هي دعمتني وشجعتني واكثر حدا شجعني بهذا البزنس بتقول انه شفت هذا الشاب على فترات طويله وبشغل كثير، ولكن لما شفته وشفت ملامح وجهه شاب مليانه طاقه وقوه وهوس وشغف عرفت انه هو رح ينجح وكنت اكيد انه انا رح انجح. وبالفعل صار البيج بلشت تصير فيه مبيعات، بلشت تطلع المنتجات والاختراعات، بلش يصير فيه مبيعات في حلب، صار في مركز معتمد لي بحلب، كمان صار في مبيعات في دمشق، كمان صار في مركز معتمد لجون سميث في دمشق، صار في مبيعات في لبنان بالاردن مع محاولات وصفقات ممكن كانت تصير لولا الكورونا باوروبا وبشرق اسيا، وحتى جون سميث شارك بمعرض دمشق الدولي وهيك عمل يعني ضجه كانت ظريفه قدام الشوام والناس اللي زاروا المعرض، وكمان شاركت بمعرض حرفي حلب كان لي الشرف انه انا اعتبر واحد من حرفي حلب الصناعيه العظيمه. كلياتنا موجودين حاليا بزمن صعب وباوضاع صعبه، واغلبنا عم بيشتغل بمكان يمكن هو بعيد عن شغفه، عم بيشتغل شغل يمكن ما بيحبه، حتى يمكن عم بيشتغل شغل مو من اختصاصه. ولكن فكرتوا شيء صفنتوا بينكم من حالكم انتوا بايش شغوفين؟ صفنت شيء مره باخر نهارك وهيك فكرت شوي بموهبتك مثلا، فكرت شيء انه انا ايش هو الشيء اللي بيخليك قلبي يغرف او يخلي الادرينالين يغلي جواتك؟ طب فكرتوا شيء انه هذا الشغف وهذا الباشن وهي الموهبه جواتكم إذا حولتوه لبزنس أو لشغل إيش ممكن يصير؟ فكرتوا شي للحظة مرحلة تعلم هذا الشيء قديش رح يكون ممتع وقوي؟ فكرتوا بالدافع الغير متناهي اللي رح يكون من جواتك ويطلع تجاه هذا الشغل الجديد الشغل فيه شغفك أو موهبتك؟ فكرتوا محل شغل جديد كيف ممكن يكون؟ الروح عليه كيف ممكن تكون؟ قديش انت وانتي وانتو عندك فرصة انه تتحول من انسان هاوي لانسان مختص والاحلى منه منتج؟ فكرتوا فيها شيء؟ فكرتوا على اول نجاح صغير شقد رح يكون هذا النجاح لإلك ولإلك وبس، مو للمنظمة مو للجمعية مو للشركة مو للوظيفة، هذا النجاح رح يكون إلكم وإلكم بس. مرق الوقت مشي الشهور
ويوم عن يوم أنا عم بتذكر وعم أعرف وعم أتأكد من صحة الخطوة اللي أخذتها بالشهر 12/2018. مرقت سنة وعشر شهور وجونكي سميث اللي عايش جواتي كان طول هالسنين ظهر وصار حيا. لهيك أول ما دخلت لهون عرفت عن حالي وقلت أنا جونكي سميث. وسؤالي اليوم وهلأ لألكم، أنتم مين؟ شكراً.